ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم فيديو جديد من جيم وهو اسطوري، ويلا بينا نلعب لعبة بلوك كرافت 3D. رقم 3 وحرف الدي. بص اوريكم الحاجات التحفة اللي انا عملتها. مستعدين؟ 1 2 3. ايه ده؟ ايوه بصوا، ده بقى اليوتيوب. مش عارفة اعمله حلو اوي. وايه رأيكم في الروبوت ده؟ ايه رأيكم؟ اقول لكم حركة ذكية بدل ما تقعدوا تجيبوا فيديوهات وتعذبوا نفسكم وكده علشان تجيبوا حاجاته. ده كان ب50 جنيه، كان مكتوب 16 و16 جوهرة وتخلصوا. انا بدل ما اجيب جوهر اقعد اجيب فيديوهات كتيرة وكده واقعد اجيب الارت دي، انا خلصت 16 جوهرة على طول وخلصت. ايه رأيكم في الفكرة الذكية دي؟ وعارفين انا ليه مش عايزه ابني بيت واخلي نفسي في ليفل تاني؟ علشان ابني التمثال ده ويكفي معايا الارض. بصوا عايزه اوريكم بس البيت الحلو. ايوه كده، بصوا ده انا مش واثق انه حلو قوي، بس انا اعمل الازاز ده علشان الضلمه، مش بحب اعمل شمع. بصوا بقى السلم ده فيه ايه. لما اطلع اوريكم، ده انا هقعد ربع ساعة اطلع، ده عالي قوي. شيلها احط بدلها ايه؟ البلوكاية الخضرة دي مين اللي حطها؟ يا رب اطلع سريع، هاخد وقت طويل 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 طويل، هاخد وقت طويل قوي، مش قوي 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 يعني للدرجة دي، بس اخد وقت طويل شوية. اهو لا استنى احط دي علشان ما تقعدش تعمل العلامة تزهقني. شيلها احطها فوق. استنى، ده انا محترف فيها. اطلع بقى انا ليس دي. اطلع بص، احط دي واخلص. الله، بصوا بقى ايه رايكم؟ لسه هكمل بس في الفيديو الجاي بقى، هتكون حلقه جديده. استنوني في الفيديو الجاي علشان هكمل وابني واوريلكم الباقي بقى. بصوا لسه هبني حته هنا كده، بس استنوني بقى في الفيديو الجاي، هيكون الجزء الثاني من المكان ده. الجزء الثاني من المكان ده استنوني. ايه رايكم بقى؟ لو عجبكم اكتبوا لي في التعليقات. ايه ده؟ امشي كده، ده حتى لما بمشي بالخريطه باخد شوية ثواني كده. بس قعدت تطلع دقيقة يعني. ايه رأيكم بقى؟ بس عشان انا حطيت ارض خضرة فكأني بنيت ارض خضرة تحت. بصوا ده شكل اليوتيوب، مكاتب يوتيوب. بصوا انا عايزة اجرب حركة كده تنزلني سريع بدل ما انا انزل من غير السلم واقعد امشي وامشي واخد وقت. بصوا الحركة دي هتعجبكم. مش هعرف، يا ربي صعبة، لا لازم اقعد امشي واتنطط، ما عملتهاش قبل كده، مش عارف انجح فيها لان ما صعبة قوي. بس السلم احلى احلى من انا اقعد امشي على الارض وحاجه زهق، مش كده؟ اول ما انزل تحت هعملها. ايه شكله من بعيد؟ تحفه. بعيد. بصوا حركه مضحكه قوي 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 قوي. ده انا ما عملت لها سن.
ايه رأيكم في اللوحة دي والتلات وشوش دول؟ واحد سعيد بيضحك، واحد عامل بقه كبير كده يعني مش عارف، واحد متضايق شوية. ايه رأيكم؟ وده احمر وازرق وابيض واللون ده معرفوش بيج اكيد، بس دي نار ودي تلج. ماشي، انا مش عارف ابني ايه تاني، انا بنيت كل اللي في دماغي. انا عايزة كل اللي عندي واكبرها. معلش يا بتاع، انتي العلامة. البيت ده زهقني قوي، محطوط في حتة غلسة، انا من غير ما اقصد حطيته، من غير ما اقصد كده، مش ما ينفعش اشيله، من غير ما اقصد حطيته. بس بص السلم من بعيد، صوت تمثال ضخم، نفسي بصوا، نفسي اطير. حاجة عذاب بصراحة، عذاب عذاب عذاب. وعايز اقول لكم حاجة، الحيوانات ملهاش اي لازمة، شكله وخلاص، يعني شكله خلاص بيمشي في اللعبة، هي بتكبر ملهاش هاي لازمة، مش كده؟ بصوا صحابي، انا هقف لحد هنا، واستنوني في الفيديو الجاي علشان اوريكم الجزء التاني في المكان ده. استنوني في الفيديو الجاي واعملوا لي لايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد مني. انا عايز اعمل حاجة كده، عشان يوصل لكم كل جديد مني. سلام.